بصراحة كلنا عمالين كل واحد عنده رأي وكلنا شايفين حاجات مختلفة وعندنا فيدباك يعني. بس الفائز النهاردة ايوه احنا كنا في الجولة الأولى 3-2-3 للإكستراكتور واتنين لمدرستي، قلبنا في الجولة الثانية 3 لمدرستي 2 لإكستراكتور. هنشوف بقى 3-2 دي ما تنفعناش خالص، لازم يبقوا 5-0. بنحجب عادي جدا الجايزة، مفيش أي مشكلة عندنا للأسف. طيب هنستأذنكم يا سادة قليلا قليلا، تحية بقى ليهم أيها السادة والسيدات. أنا مش عارف إذا كان إكستراكتور ده فعلا تكنولوجيا يونيك ولا لا، ما نعرفش. انا مشكلتي برضه هاو سيريس الشركه از، يعني الشركه دي جاده فعلا ان هو يبقى السي او بارت تايم ولا فول تايم ويبقى ده ايفن ان كويشن يعني. فبالنسبه لي ده انا هفولنتير واغير صوتي من اكستراكتور. مين الصوتين اللي مع اكستراكتور؟ انا واحد انا غيرت مصطفى صوتي وامل. بس انا يا اما انتوا تقنعوا بعض يا اما مصطفى وامل يقنعوكم. لا انا مقتنع، لا انا مقتنع بمدرستي. احنا المفروض نتكلم شويه مدرستي از مور مدرستي از مور كوميرشالايز. اي ثينك ان هو قضى الفتره الصعبه اللي هي ان في الايديوتك وفي مجال التعليم اتس فيري هارد تو مونيتايز، صعب قوي ان هو يجي له ارباح وان هو يثبت ان الناس مستعده تدفع اشتراك شهري لحاجه لكونتنت زي ده. بس فعلا المحتويات الكونتنت بتاعه قوي جدا. العقليه التجاريه اللي موجوده جوه اكستراكتور في رايي انا ضعيف، ناقصه شويه ضعيف، لانه على فكره هم ممكن يبقوا حاجه عالميه بجد لو فعلا يونيك، لو فعلا يونيك، ولو لو يونيك زي ما مصطفى بيقول، يعني لو خد باتنت في امريكا او خد باتنت في الاوروبيان يونيون. شركات الادويه زي ما هو بيقول من اكبر الشركات اللي عندها فلوس تقدر ويقدر زي ما انت قلت ان هو ياخد رويالتي، ياخد برسنتج من المبيعات. اكستراكتور ومدرستي او مدرستي واكستراكتور، نحييهم. على فكره المنافسه بينكم صعبه جدا، الحكام خدوا وقت طويل علشان يقدروا يحسموا قرارهم. والنهارده مصطفى عنديل ضيفنا بقى وابن هذا البرنامج يعني اصلا، يقول لنا بقى نتيجه، وصلتوا النتيجه مصطفى؟ وصلنا النتيجه. انت عارف ان انتوا لازم تبقوا 5-0، 3-2 دي ما تنفعش. هو الموضوع كان صعب بصراحه، كلنا عمالين كل واحد عنده راي وكلنا شايفين حاجات مختلفة وعندنا فيدباك يعني. بس الفائز النهاردة أيوة وعن قناعة كبيرة، كنا محتارين الصراحة، بس لكن الفائز هو مدرستي. مدرستي مبروك مبروك مدرستي، مبروك يا مدرستي، مبروك 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 أباني ومدرستي، مبروك مبروك مبروك، ألف مبروك. معلش يا بنوب احنا يعني ثانية واحدة، معلش لميس ثانية واحدة، انا كنت بقلي شعري بره، كنت فين يا مدرستي واحنا كنا صغيرين؟ امسك الجايزة. احنا من الحلقة اللي فاتت كان عندنا ربع مليون جنيه من الجايزة اللي اتحجبت في الحلقة اللي فاتت، واحنا قررنا نديها برضو لبنوب، فقررنا يبقى عندنا في اتنين. ايه ده؟ مبروك واو، أبنوب كمان فايز. ايه يا جماعة ده مش معقول، دي أول حلقة فيها اتنين فايزين. ممكن دكتور طارق؟ دكتور طارق حاضر، عجيب دكتور طارق، تعالى يا دكتور طارق. مبروك. يبقى أنت يعني أنا بس عايزة أفكركم إن الحلقة اللي فاتت ما كانش عندنا فايز وكنا حجبنا الجايزة، ودي الجايزة بتاعت الحلقة اللي فاتت، يبقى إحنا عندنا اتنين فايزين، مدرستي وإكستراكتور. مبروك عندنا اتنين فايزين، بحييكم. شكرا لجنة التحكيم، شكرا ليكم، نتقابل الأسبوع الجاي. هذه لميس الحديدي، تصبحوا على خير.